أنا كجندي قعدنا رايبين من العلب هذاك، رايبين من عبد الله وعبد المجيد وجبر وسبع روس هذا القربوز، رايبين عرضنا واحد مرتو ناقله شكوى ومزول فيه اللحم، وهو ناقل القربه وناقل شكاره تاع خبز. انا نشتي اللبن متعطش على اللبن، دهنت المراه عمرت الجوردن تاعي ورفت من عندها طرفين تاع اللحم، من نورمال ما تروح تلفت خبزه من عند الاخر والماء. وعقبت خزرت الراجل نلقاه وشم هنا ازرق قاص ومشم هنا هذا اللي تلمحت. عقبنا احنا ذيك الساعه ما قتلنا ما والو، وجوه يعني على راسي في جهته في مسعر راضي كازينا وهربنا. رحنا درقنا في الغدوه في شعبة عمي كلها كوني شخصين على هذاك وانا عارف. كي جينا من المعركه هذه جابنا اتصال، احنا دوكا لازم ما نكونش الخير. الاتصال اللي جابنا قال ها في الشعب هذا، قلنا له روح. احنا وشكون اللي قال بينا؟ رانا نخاف والله في الشعب اللي قيدنا شعبي، اللي وكلنا شعبي، اللي ورينا طريق شعبي، اللي جبنا الخبز شعبي، اللي هو يعطينا الاخبار شعبي. احنا في الجبل نضربوا النهر. الجنود اللي لابسين الميليتير ما قالش معتمدين على ربي والشعب. بخصوص اتصال وصوب ما كلش من العدل، حتى اللي يسيروا فينا جماعه اللي يعطوا الاخبار سي عمر ولا القدور ولا كذا، الشعب اللي يقولوا كانوا 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 كانوا. احنا نعتمد في كل معركه نعتمد الخبر تاعها المصدر تاعها من عند الشعب. احنا الا جنود شغل وصفار عند الشعب، خدام عند الشعب. رانا قريب نموت، ممكن هذه الكلمه خليها ما ننشرهاش. واللي يتعذب وينه؟ حنايا عندنا سلاح، هذاك اللي جايين بنا جايب لنا الماء، دور عليها الطياره خاطر تير دات له عقله كاع. هذه واحده يصبح مريض. ثانيا لو كان يدافع على روحه ما عندوش بايدات. زين هو يعذبوه ما عندوش بايدات فوق روحه، حنا في الجبال نضربوا لهم. هذه نخلوها لوليداتنا، نخلوها لكم انتم ما شاء الله.